صباح الخير لكل المشاهدين اليوم نهار السبت 2 حزيران جون 2013 عالم صباح جديد مع فقرات جديدة واليوم نهار خاص وعزيز ومميز لشخص مميز رسم بصمة كثير مهمة مش بس تركها بقلمه إنما تركها بريشته شخص ولد ب 12 حزيران 1938 ودائما بنقول ان شاء الله سلاحكم دائما بيكون الكلمه والقلم هو كان سلاحه دائما الريشه ما في اصعب من انه شخص يلخص كل شيء عم بيصير بالحياه كل الاحداث اللي عم تمرق خاصه عم ببلد اسمه لبنان بلد السياسي... كل الاحداث الامنيه والسياسيه اللي عم تصير فيه عم تتلاحق بشكل كثير سريع ويلخصها بجمله واحده بس كاريكاتوريه فعلا واحد يقدر يرسم شخصيه ابتدى فيها واللي هي شخصيه توما هالشخصيه المهضومه كثير اللي شفناها قدامنا هالشخص اللبناني اللي لابس الطربوش اللبناني ويرسمه من بعدها يقدر يحركه ابتدى بسنه ال 56 وبسنة 58 وكان يرسم بعدد من الصحف وعدد من المجلات وكانت صورته بالأول مش متحركة إنما كانت صورته بس كاريكاتورية فقط نعرف دايما بتم التركيز على كل الأمور الصغيرة اللي بتكون موجودة عند بعض الأشخاص حتى يركزوا عليها أكثر ويكبروها بيير صادق لما نقول هالاسم قديش هالفي... هالاسم عن جد بيكون كتير عزيز على قلوبنا وعزيز كتير على قلبي أنا كتير كمان كان عندي الحظ الكبير أنه التقى فيه عدد من المرات وكان زميل لنا بالتلفزيون مستقبل ورسمني حتى مره ما كنت لاقي اكيد الصوره للاسف بس كمان الصوره اكيد موجوده عندنا بال86 كان اول شخص بيعمل صوره متحركه للكاريكاتير بالال سي ومن بعدها بسنه 2002 انتقل الى تلفزيون مستقبل من بعد ما اشتغل سنوات طويله واشتغل بالنهار لفتره طويله جدا وسميها جامعه النهار لانه كانت من اهم الصحف رئيس الحريري الله يرحمه حب انه يكون معنا الشخص الزميل بالتلفزيون مستقبل من سنه 2002 لغايه وفاته من حوالي الشهر وشوي تقريبا للاسف لحتى اكيد يقدر يترك هالبصمه الكبيره بحياتنا جميعا، اليوم نهار خاص عن بيار صادق اللي حبينا نوجه له كل تحيه وكل قبولاتنا لكل اهله ونحن اليوم اكيد رح نخبركم تباعا عن فقراتنا، خلينا نشوف بريفيو اليوم. بحلقة اليوم من عالم صباح منتابع الابراج مع كارمن عالم الصباح بيوجه تحيه خاصه للراحل بيير صادق وبخصص فقره على يوتيوب ليرجع يذكرنا بكاريكاتور بيير صادق بيعة غير موجي رح نتعرف اكثر عن الموسيقى يلي عودنا عليها برسومته بجيل تاب جيل جديد بيرسم لبنان بيير صادق على طريقته ومنكمل فقراتنا المعتاده بخصوص الجمال مع جين نصار والاف اي تريتمنت من انستتوت جين نصار رياضه ونشاط ونصائح مع هبه ب1 2 3 ورشه ملح مع شيف شادي على مولتن كيك فاذا اليوم فقراتنا عديده ومثل ما شفتوا كمان راح يكون في ظهور كثير كبير لاسم اسم بيير صادق بخلال حلقتنا انما كمان اكيد معنا شخصيه عزيزه كمان معنا بالاستوديو بترفقنا يوميا واللي هي الشيف شادي، شيف شادي صباح الخير صباح الخير لك كيف احوالك؟ الحمد لله الحمد لله اليوم عندنا حلويات اليوم مثل كل نهار احد بيعقد بيعقد وهو 75 سنه بيعقدوا ايه؟ مش كثار هن الحقيقه صحيح للاسف بس اللي عمله كثير كبير بدي اذكر شغله انه انا ما كنت عارف انه ب حزيران كان ايه؟ مورده ايه؟ انا عندي بنتي جيال ايه؟ خلقاني ب 12 حزيران فرح مسك الريشة شفت هل تعطيني هالي معي يلا ها أوك. ها انا خلاني ب 8 حزيران يعني مش هيك بدنا نتفق نحن برج الجوزاء نتفق مع بعض 8 حزيران وانا عندي زواجي ب 8 حزيران اه شفت شفت تواريخ مهمة على كل الاحوال هو ذكرى ال 40 تبعه ب حزيران بس إحنا حبينا نخصص اليوم علم الصباح للحديث عن سبيشال خاص عنه بعلم الصباح ب الشهر راح نذكركم بحملتنا البيئيه لليوم للي واللي هي راح تكون حول الحديث عن عدم استهلاك او التقليل من استهلاك المواد الكيميائيه بالمياه يعني خاصه لما بتغسلوا الامور لما بتغسلوا بتقدروا يمكن تحصلوا على اشياء بالبيت فيكن قد ما بتقدروا تخففوا منهم لانه المواد الكيميائيه اللي عم تستعملوها لتنظفوا للتنظيف للجلي وللغسيل وغيرها كميه الاستهلاك الكبيره لها عم تنزل ترجع بالمياه الجوفيه وبالنهايه عم تنزل بالبحر عم بتلوث البحر عم تاذي الاسماك والثروه البحريه بقى دائما بنقول انتبهوا عليها انتبهوا انتم عم تجلوا عم بتحضروا خففوا منها استعملوا المواد المش مضره للبيئه واكيد الصديقه للبيئه اللي دائما بتكون موجوده كمان بين ايديكم التنظيف كثير مهم بس كمان بمك... ما نكون عم نأذي بالمقابل فقرات عديدة فإذا هون عم تشوفوا بعض الصور مثل ما مخبرناكم ودائما حملاتنا البيئية عم تكون متنوعة بكل شيء ان كان بالبيت وان كان خارج البيت لحتى نحمي ثروتنا البيئيه البحريه البريه الجويه وغيرها واكيد دائما نحمي الارض اللي هي كوكبنا العزيز اللي بدنا نحاول نحافظ عليه قدر المستطاع. خلينا نبدا مع فقراتنا، برج الجوزاء هو البرج اللي هو موجود حاليا وهو برج بيير صادي الراحل العزيز وبرجي انا، رح ننتقل لحتى نشوف هلا كارمن والابراج اكيد لحتى تخبرنا اليوم كيف رح يكونوا اوضاعنا وكل اللي حابين يتواصلوا معنا كمان فيهم اكيد يبعثوا على السوشيال نتورك في يبعتولنا على الفيسبوك على تويتر وكمان يلحقوا كل الفقرات بخلال عالم الصباح وفيهم أكيد كمان يحضروا فقراتنا مباشرة من بعد انتهاء كل عالم صباح على كوم أبراج ومنكفي صباحكم الخير اليوم الاحد 2 حزيران يونيو القمر مرافقنا من برج ناري برج الحمل. اليوم بكره وبعد بكره، ثلاثة ايام ورا بعضها القمر رح بيكون موجود ببرج ناري، جيد جدا الجو رح بيكون الابراج الناريه مواليد برج الحمل الاسد وايضا القوس. كيف رح بيكون هالنهار على كل الابراج منبلش مع برج الحمل. لانه القمر ببرجك اليوم وبكره وبعد بكره ما حدا قدك، انت سريع بكل شيء، بتفكيرك، بحركتك، سريع الايقاع بحياتك حياتك يمكن حتى خبر معقول يوصل لك اي شيء كنت ناطره عم بيراوح مكانه وعالقه مسائله بين اليوم وبكره او حتى بعد بكره على الارجح في جواب وفي نتيجه فحاول انه يكون في هدف قدامك وبيبقى المولود الانشط اليوم هو مولود شهر اذار مارس بنكمل مع برج الثور مولود برج الثور ثلاثة ايام في مراوحة مكان، ما تفكر انه في جواب بيشفي غليلك بهالثلاث ايام، بالعكس تماما اي جواب اي نتيجة بتكون مخيبة للامال ومعقولة تندم عليها، فطول بالك ثلاثة ايام ورا بعضها وبيبقى الاقل حظا 24 25 26 نيسان ابريل. ننتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء نهارك اليوم بيسلي في شوية مرح في احتفالات في لقاءات حلوة بتتسلى الناس بتتسلى أيضا معك عشرتك كتير حلوة رفقتك أيضا مسلية وجيدة جدا هنالك شخص أو جهة معينة اليوم بيقدروا بيساعدوك وبيبقى الأكثر حظا نسبيا هو مولود 17-18 حزيران يونيو واللي عنده حظوظ كتير قوية هو 15 و16 حزيران يونيو من كامل الابراج مع برج الاسد مع برج السرطان عفوا بالنسبة لبرج السرطان نهارك اليوم تقيل، مش بس اليوم الاثنين والثلاثة، بعد عن المشاكل وما تشوه سمعتك، الاجواء تقيلة بسبب المسؤوليات اللي ناطرتك ويمكن حتى تضطر انك تشتغل دوبل يعني تضاعف جهودك لتوصل او تعطي نفس النتيجة، حاول انك ما تجازف وبعتبر المولود اللي عنده شوية ضغوط أكثر من غيره هو مولود شهر حزيران يونيو. منتابع مع برج الأسد. هنالك انفراجات عند مولود برج الاسد هنالك تقدم هنالك طمانينه بترتاح بتطمن بالك هيدا الشهر اصلا افضل من الشهر اللي قبله هنالك صداقه كتير حلوه معقوله تتطور وهنالك جهه بتتفهم افكارك الذكيه الحلوه والاوريجينال وبيبقى المولود الانشط اليوم هو مولود شهر تموز يوليو بنكمل مع برج العذراء بالنسبه لبرج العذراء يعني تعب اليومين اللي مرقوا مشاكلهم وهمومهم تقريبا اختفوا، بجميع الاحوال مطلوب من مولود برج العذراء يعجل ويسارع الى تطمين الاخرين، اذا صار في مشكل، خلاف، اختلاف بالراي، اذا صار في حتى بعد ويمكن حتى قطيعه، الجو اليوم بيطلب منك انك تساير تشوف شو اللي صار، شو اللي زعل الاخرين، وين صار في افتراق لحتى ترجعوا تلتقوا، اذا ابحث عن القواسم المشتركه. وبيبقي الاكثر تعبا 2 3 4 ايلول سبتمبر ونضيف لهم 29 اب اغسطس منتابع ابراجنا مع برج الميزان مولود برج الميزان ثلاث ايام ورا بعضها في شخص او جهه معينه حاطه براسة ان تنرفزك تعصبك او تستفزك فما توقع بهالفخ اضبط اعصابك انفعالاتك وحاول انك تجيش كل هالطاقة القوية اللي عندك اياها باتجاه بناء وايجابي احتمال يكون في لقاء كتير مهم فحاول تضبط اعصابك تطلع ناجح وبيبقى المولود الاكثر حظا 17 18 19 اكتوبر ننتقل لبرج العقرب مولود برج العقرب أول شي معقول تتزمر منه هو مسألة يمكن مهنية وكأنه شغل كتير تقيل عليك تتزمر انه ما في حدا عم بيساعدك وبالتالي مطلوب منك انك تركز وما تضيع الوقت ابدا بالاولويات شغله شغله مش شغلتين وامور صحيه طبية استشفائية معقولة أيضا تكون مطلوبة منك بهالثلاث أيام الأقل حظا 28 29 أكتوبر واللي عنده ظرف إيجابي أو سلبي هو 8 و 9 نوفمبر تشرين الثاني. بنكمل مع برج القوس. ظرف جيد بيرافقك اليوم الثانيين والتلاتة في فسحة أمل بالنسبة لك بتساعدك لحتى فعلا أنك تقدر تتميز وحتى تنجح ويمكن تعود عن تأخير مولود برج القوس ما تضيع هالوقت الثمين اليوم بتقدر تنجح وبتقدر فعلا اليوم توصل لهدف وبيبقى الأكثر حظا 3 4 و 5 ديسمبر كانون الأول ننتقل لبرج الجدي مولود برج الجدي يا اما قاعد بالبيت يا اما انت حابب تقعد بالبيت مش بس هيك عنا ثلاثة ايام فيهم قاعدة بالبيت او هموم عائلية وشخصية ما بتخليك تشتغل ويكون عطائك مثل ما لازم يمكن معك حق يمكن انت تعبان يمكن حدا بعائلتك او منزلك بحاجة لقله حاول انك ما تزيد توتر وتشنج في الاجواء وبيبقى الاكثر تعبا واحد اثنين وثلاثة كانون الثاني يناير بالنسبه لبرج الدلو اليوم مولود برج الدلو انسان حرك عنده حركة عنده ديناميكية قادر يحرك الأمور وين ما كان موجود اليوم مولود برج الدلو عنده أفكار كتير ذكية فحاول أنك ما تتمرد حاول أنك تضل ماشي بحسب القوانين أو حسب مثل ما أنت متفق مع الأشخاص من حولك امتحاناتك ناجحة لقاءاتك مميزة جدا وبيبقى الأكثر حظا 13-14-15 شباط ونضيف لألون 31 كانون الثاني يناير نوصل لبرج الحوت. مولود برج الحوت نهار معقول يكلفك شوية مصاري بسبب بعض الظروف أو ظرف واحد بيظهر بهالتلات أيام معقول يسبب لك شوية تعب مادي. بعد عن المشاكل، العائلة يمكن تحتاج لإلك، البيت بحاجة لإلك، أنت كمان يمكن بحاجة لدعم وأحضان العائلة. لذلك خلي روابط جيدة جدا بينك وبين الأحبة بيبقى الأنشط مولود شباط فبراير لكن انتبه من المشاكل 24-25 شباط فبراير بنهي مع مولود اليوم يلي بانتظاره سنه نشيطه، سنه ديناميكيه، سنه كثير مهمه اجتماعيا بتكون ناشط عائليا ايضا ومهنيا، تتميز عن غيرك، وهيدي السنه بتتعزز فيها كل انواع التحالفات والروابط، حزيران يونيو، اكتوبر تشرين الاول وشباط فبراير 2014 هن افضل الاشهر. هيدي كانت ابراجنا لليوم، اتمنى للجميع نهار حلو، نلتقي بكره بنفس الوقت، باي باي. شكرا كارمن متابعينا معكم محطاتنا وبدنا نذكر كل المشاهدين مع حملتنا اللي ابتديناها من اسبوع تقريبا واللي هي لمساعده النازحين السوريين اكيد بالمخيمات السوريه اللي موجوده بلبنان، كل الاشخاص اللي حابين يساهموا ويتصلوا بتجمع من القلب او التجمع الشبابي سوا لاجل سوريا اللي اكيد عم يتم بالتعاون مع مفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين، فيهم يتصلوا على الكول سنتر على 1210 او يتجهوا على جميع فروع بنك الموارد ورقة بتشوف... الارقام بتشوفوها امامكم على الشاشه اكيد بقيه نهار رح نتابعوا معكم مع بقيه فقراتنا بعد شوي رح نكون مع يوتيوب مع جون خليكن معنا